أول شيء لا ننسى حقيقة أن كل إدارات الأندية في السابق ربما أجد لهم العذر، حاليا ما أجد لهم العذر. ليش؟ في السابق الناحية الهندسية في الرئاسة العامة لرعاية الشباب أي مشروع تقدم عليه أي إدارة، مشروع في مقر النادي دائما ما يقابل بالرفض، وليس ما يقابل بالرفض فقط، الرد يأتي بعد سنة أو سنتين. خلينا نكون أكثر واقعية، اليوم أمس تحدثنا عن عضوية نادي الزمالك ونادي الأهلي، ترى في الأندية السعودية بالنسبة للجماهير ممكن أن تشارك في العضوية، بس بالنسبة للمقرات الأندية الكبيرة التي أوجدتها الدولة لإدارات الأندية، وين المشاريع داخل قديمة بعضها؟ لا وين المشاريع؟ لا وموجودة الآن، وين المشاريع لكن من قبل إدارات الأندية؟ أضرب لك مثال واحد فقط، أضرب لك مثال واحد، لا تستوعب، أضرب لك مثال واحد، أضرب لك مثال واحد وتجربة حية وأصبحت تدر بالملايين رغم أنه نادي ليس جماهيري. نادي الخليج يمتلك منشأة من الدولة، الآن في هناك خمس صالات أفراح، خمس صالات أفراح، يعني بمعنى آخر مش تسويق تقليدي بالنسبة إلى القميص وما إلى ذلك. إدارات الأندية أنا من وجهة نظري بمقرات الأندية التي أوجدتها الدولة، لا لا عيد، في نادي الخليج، في نادي الخليج هناك مركز اسمه مركز الأمير فيصل بن فهد الله يرحمه، في خمس صالات أفراح على مستوى كبير، والآن تدر وهي يعني مساهمة بالنسبة للنادي وغيرهم